الحقيقة الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل الجامعات موضوع في منتهى الأهمية وموضوع ضروري جدا، لأن كل الجامعات المصرية بالفعل مليئة بالكثير من المواهب وفي مختلف الألعاب الرياضية. والحقيقة ده الدور اللي بيقوم بيه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. هنتكلم عن هذا الدور المهم جدا في دعم المواهب الرياضية وصناعة البطل الرياضي للمستقبل مع الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اللي منورنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا فندم. صباح الخير عليك وعلى مصر كلها. اهلا بيك. صباح الخير يا دكتور. بونجور. بونجور. وانا هبدا بحضرتك سؤالي. كنا بنتكلم قبل الهوا على موضوع النشاط الرياضي في الجامعات المختلفه، كنت بقول لحضرتك وقت ما انا كنت في الجامعه ما كنتش اسمع، يمكن المشكله كان يعني او تقصير من عندي، بس كناش نسمع قوي عن نشاط رياضي وقتها يعني. بس خلينا نعرف من حضرتك اصلا فكرة انتشار وتوسيع كمان النشاط الرياضي وانتشاره في الجامعات والكليات المختلفة، ده أكيد في سيستم معين ماشيين عليه، ممكن نبدأ من النقطة دي؟ طبعا ممكن، بس إلى حد معلوماتي وحضرتك صلحي لي المعلومة، إن أنا أعرف إن حضرتك خريجة جامعة القاهرة. مظبوط. طب اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليه إن مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اللي هو أنشئ سنة 58 مقره في جامعة القاهرة في المدينة الجامعية جنب الملاعب الرياضية اللي موجودة في جامعة القاهرة. دي نمرة واحد. ده الأساس هناك. وجامعة القاهرة من أكثر الجامعات المصرية ممارسة للأنشطة الرياضية، والدليل على ذلك حجم البطولات والميداليات اللي بتحصل عليها على المستوى المحلي والمستوى العربي والمستوى الإفريقي والمستوى العالمي. طب محدش خدني معاهم ليه والله وقتها؟ فهو لا، بس يمكن حضرتك ما كنتيش بتروحي شكلها. والله الدكتور قالك ده المقر الرئيسي. هو غالبا انت حضورك كان يوم واحد. لا والله هقول لك، لا والله حقول انجلش. هي كانت بتروح بشكل استشاري يا دكتور. مش كده. لا والله عددنا كان صغير. لا والله كنا بنروح، ده كان الحضور جوز حضرتك عارف طبعا كليه حقوق يعني، بس ما اعرفش يمكن كان ممكن تقصير وقتها. الحقوق كمان بالذات جنبنا يعني قريبه لينا يعني. بس هي كل الجامعات المصرية بتشارك بالفعل في الفعاليات اللي الاتحاد بينظمها؟ طبعا احنا عندنا دلوقتي وصلنا لحوالي 90 جامعة، جميع الجامعات الحكومية، عندنا أكثر من 28 جامعة حكومية، جميع الجامعات الخاصة، جميع الجامعات الأهلية، جميع الجامعات الأوروبية اللي موجودة في مصر. كويس. ده بالإضافة لجميع المعاهد العليا اللي بتمنح درجة جامعية. كل دول أعضاء عندنا وبيمارسوا الرياضة في أكثر من 40 نشاط رياضي بيمارس تحت إشراف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. وهذا الاتحاد يعني إحنا عندنا اتحادين في مصر كلها يرؤسهم وزراء بحكم القانون، الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ويرؤسه معالي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي شخصيا. وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الرياضي للمدارس يرؤسه وزير التربية والتعليم شخصيا. فدول الاتحادين الوحيدين اللي بيرأسوهم وزراء بحكم مناصبهم. ده بالإضافة أن عندنا في عضوية مجلس الإدارة أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية. تخصصات يعني كمان. عندنا تواصل بحكم الإدارة مع كل الجامع مع كل تصنيف الجامعات على مستوى الدولة. وبعدين مش كده وبس، وبرضه عندنا تواصل بالاعلام، لان احنا احد اعضاء مجلس الاداره عندنا الكابتن احمد شبير. واعتقد الكابتن احمد شبير اهلاوي يعني. اهلاوي طبعا. بنتكلم على واحد من العيله يعني. طبعا. فده وضع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. وفي نفس الوقت احنا يعني بنعتبر احد الدول المشاركه في الاتحاد الرياضي العربي للجامعات، وده مقره مدينه ابو ظبي. وأنا بتشرف إن أنا النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي العربي للجامعات، وإحنا في معظم الأنشطة الرياضية أبطال العرب. يعني آخر بطولة أقيمت في أبو ظبي إحنا كنا أبطال هذه البطولة، وآخر بطولة اتعملت لألعاب ساحلية كانت في سلطنة عمان إحنا أبطال أكثر من لعبة في هذه الألعاب. ده على المستوى العربي. انا بدي لحضرتك فكره على المستوى. طبعا لا ما شاء الله واللي بيتحقق ده مش سهل. شوف بقى المفاجاه اللي جايه بقى على المستوى الافريقي. احنا انا طبعا بتشرف ان انا رئيس اتحاد دول او جامعات دول شمال افريقيا كلها. وبعدين السنه دي عملنا مفاجاه على المستوى الافريقي، ان احنا رحنا في اجتماع الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي واقيمت في جوهانسبرغ
في جنوب افريقيا، ورشحنا، خد بقى القنبله اللي جايه دي، رشحنا الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه رئيسا للاتحاد الافريقي للرياضه الجامعيه، واكتسحنا بالانتخاب. يعني ولو وريت حضرتك اللي كان بيدير الجلسه وهو بينادي الاصوات، يعني اشرف 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 ما اشرف. لا بس ده متوقع يعني مين هينزل قدام سياده الوزير يعني؟ لا ده كان من كان بيجدد من نفس الدوله. وبعدين احنا لا عندنا فكره ان الفوز بالانتخاب مش بالتزكيه مثلا كمان بيديله ثقل واهميه كمان. لا هو انتخاب حر. وبعدين اللي كان موجود كان رئاسه من جنوب افريقيا ورئاسه قويه، وفوجئوا بان احنا كنا مدبرين نزول الدكتور اشرف معانا، وحصل انتخاب فعلا حقيقي، وخدنا يعني مش عايز اقول لك عدد الاصوات، يعني 20 صوت والمقابل خد 4 اصوات. المهم يعكس بس يعني اهتمام وشغل فعلا، واحنا متوقعين ده باذن الله.